كتير بعرف احكي، انا يمكن بعرف شوي لحن، بس بقدر اعطيكم فكره صغيره كيف قطع العمر. عمري 52 سنه، قضيت وقت جميل جدا مع كل مشاكله ومع كل جماله. رح اقول لكم كيف قطعت ظروف حياتي الفنيه. انا اكيد ربيت ببيت مسيحي، تقدر التزم هيك، واخوالي رهبان وخال امي راهب، وانا كنت تلميذ رهبان، انه انا المسيح ما عمل لي شوك انه تعرفت عليه جديد. انا ربيت بعرفه من خلال اهلي وبيئتي، بس الجديد بحياتي هو اللي ما كنت بعرفه، هو انه حقيقه وقت السماء بدها تتدخل من دون علمك، وبعدين بيصير عندك علم. انا ولا مره حلمت اني يصير على هالطريق هيدي. عملت موسيقى، تخصصت موسيقى، وصرت ندفي اتجه للحن الديني. صرت حس حالي هونيك المكان لإلي، يعني حس باطمئنان، حس براحة بال وقت اقعد لحن هاللحن الديني. اول لحن ديني بلشت فيه كان عمري يمكن شي 17 سنة، هو يا اول النبع يا اخر المدى. وبعدين انا بلشت مع ماجد الرومي سنة 82، يا غافي وعيونك يا شرب لساعدنا وارحمني يا الله، الى ان ابتدت مشواري مع جمانة مدور لتكن مشيئتك لفيلم قديسي رفقة، يلي هي هلومي يا جميلتي وتعظم نفس رب الى اخره. لليوم نحن نملك حوالي 970 ترنيمة، اكيد منوعين يعني بين ماجد الرومي، جمانة مدور، في كتير اسماء بخاف انساها، ولكن الغاية وحدة، الغاية هي الفرح. اكتشفت انه مسيحنا هو فرح، هو الفرح بذاته، واكتشفت انه هو حياة دائمة، وحياة ما فيها كآبة، حياة ما فيها زعل، حياة ما فيها شيء غير كل شيء حلو. مع كل الأمراض، مع كل المشاكل، مع كل الحروب، إلهنا حقيقة إله حب، إله فرح. هذا اللي أنا قدرت اكتشفته بالشغل اللي أنا عملته لحد هلأ. وعلى الأساس ربيت عيلة، مرتي، وعندي صبيين وبنت. كمان حبيت أنه يكونوا بهالطريق هيدي، مش ضروري يكونوا يلحنوا يعني، إنما بطريق تكون يكتشفوا فيها أنه ربنا هو محبة. بحب لكم شغلي بخبرتي مع أخ إصطفين، أنا ما بعرفه كتير كنت، بس بتذكر أنه كنت كتير صغير إجي مع أهلي يقولوا أنه في أخ إصطفين هذا بده يصير قديس، يعني عم بحكيكم كتير زمان. أنا أطلع بالصورة لقي أنه راهبك له لحية بس بيضحك. نحن كنا أخذين فكرة أنه الأباء والكهنة لهم لحية هيك ما بيضحكوا، ما بيتبسموا، أنه يمكن البسمة كانت خطية أو كانت ممنوعة. وإذ حقيقة مثل كأنه هالأخ هو أصر يضل بهالبسمة تيقول للناس أنه حقيقة مسيحيتنا هي فرح دايم. وأنا كمان صار لي حظ، مش حظ، مش حلوة كلمة حظ، إرادة الله، إنه شارك كمان بتطويبه لما عملت ترنيمة نعمة وحلت على لبنان من كلمات عبد الله وكيم، وغنتها جمانة مدور. وكمان عملت الله يراني في كل مكان، الله يراني، كمان كلماتي وألحاني غنتها جمانة. أنا كمان بقول شغلي إنه الله يراني، أكيد الله يراني بالأشياء المنيحة اللي بعملها، ولكن كمان الله يراني بالأشياء اللي هو ما بحبها. يمكن بالنسبة لي أنا يمكن تكون منيحة، بس يمكن بعينين ربنا ما تكون منيحة. لازم يعرف الإنسان كمان يميز بين هو شو بده وبين الله هو شو بده. وتنقدر نميز هذا الشيء ما قلنا غير مرجع واحد يلي هو الإنجيل، يلي هو كلمة الله. مش كل واحد بيعمل قانون على ذوقه بيلبسه بيناسبه، انه انا هيك بيناسبني، هاي الحقيقه معي، انا معي حق. نو دائما عنا مرجع يلي هو كلمه الله. وكنت متعلم او مش متعلم، ما في لزوم لاساتذه اليهود
ليفسروا لك كلمة الله، لأنه أكثر ما ممكن سهلها يسوع بالكتابة. إذا ما فهمتها بالكلام فهمنا إياها بالمثل، إذا ما فهمتها بالمثل فهمنا إياها بالأعاجيب اللي عملها. دونك أهين شيء هي قراءة الإنجيل، ومنه نحن بنعرف مشي حياتنا مثل ما هو بده مش مثل ما نحن بدنا. لذلك رفقة قالت لتكن مشيئتك. وحقيقة إنسان يسلم حلو لربه ويعتبر إنه هالدنيا كتير حلوة، ويوما ما رح نتلاقى بوجه يسوع الحلو. ميرسي كتير.